بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من ملعب الأهلي. النهاردة عندنا مباراة بكرة إن شاء الله هنكون فيها مع حضراتكم في تمام الساعة 6:00. قبل المباراة بساعتين هنتكلم مع حضراتكم في كل شيء يخص مباراة النادي الأهلي ونادي وادي دجلة ما قبل المباراة، وهنبقى مع حضراتكم بعد المباراة بساعتين إن شاء الله ونتكلم عن المباراة وماذا حدث في مباراة أو ماذا سيحدث في مباراة غدا إن شاء الله. خليني النهاردة أبدأ. النهاردة عندي كلام مهم جدا عايز أتكلمه مع حضراتكم. أولا حاجة تخص النادي الأهلي وعضوية النادي الأهلي. الموضوع الثاني اللي عايز أتكلم فيه مع حضراتكم هو حاجة خاصة بلجنة المسابقات وبعض القرارات اللي اتخذتها لجنة المسابقات، وهتكلم فيها مع حضراتكم ولكن بعد قليل. أولا خليني أبدأ مع حضراتكم النادي الأهلي. النادي الأهلي دائما أو مجلس إدارة النادي الأهلي دائما لما بيجي يعمل حاجة بيعملها لصالح الجمعية العمومية في النادي الأهلي وللجمهور طبعا، ده أول حاجة، والجمعية العمومية. ولكن ناس كتير جدا بتتساءل، هي عضوية النادي الأهلي ارتفعت من 350 ألف جنيه أو سترتفع خلال الأيام القادمة من 350 ألف جنيه ل 500 ألف جنيه. بصوا حضراتكم عشان تبقوا عارفين ما يحدث من إنشاءات داخل النادي الأهلي، سواء الفرع الجزيرة أو فرع مدينة نصر أو فرع الشيخ زايد أو حتى بداية فرع التجمع الخامس، الأربع فروع كلهم بيحدث فيهم تطوير شديد جدا جدا من الناحية الإنشائية لخدمة أعضاء الجمعية العمومية. وبالتالي الأعضاء الجديدة اللي هتخش هتشوف مستوى آخر من الإنشاءات خلال الفترة القادمة، والناس اللي بتروح على طول وموجودة كل يوم في أي فرع من الفروع الثلاثة اللي موجودة وبداية افتتاح الفرع الرابع أو بداية الإنشاءات في الفرع الرابع هتشوف قد إيه التطور الملحوظ على الإنشاءات داخل النادي الأهلي وعلى مستوى النظافة، مستوى حاجات كتيرة جدا. وبالتالي نادي الأهلي قرر مجلس إدارة النادي الأهلي أنه يرفع السعر من 350 ألف جنيه ل 500 ألف جنيه بداية من فبراير القادم، يعني من النهاردة لغاية يوم 1 فبراير لو أي حد هيروح يشترك في النادي الأهلي أو في جميع فروع النادي الأهلي هيدفع 350 ألف جنيه بداية من يوم 1 فبراير. اللي هيدفع 500 ألف جنيه. 500 ألف جنيه النادي الأهلي بداية من 1 فبراير هتكون العضوية في النادي الأهلي. أما بالنسبة لعضوية الشيخ زايد تبلغ حاليا 125 ألف جنيه وسوف ترتفع إلى 175 ألف جنيه في فبراير المقبل، يعني كمان 4-5 أيام ستكون عضوية اللي عايز يشترك في الشيخ زايد فقط هيدفع 175 ألف جنيه، فيما تبلغ عضوية فرع التجمع الخامس 200 ألف جنيه. التجمع الخامس زي ما حضراتكم عارفين خلاص الارض بانت واتمضت العقود وكل حاجه بقت تمام والامور ماشيه بشكل جيد جدا في فرع التجمع الخامس. مجلس اداره النادي الاهلي لما كان، وانا الحقيقه كنت موجود في ايام الانتخابات في النادي وشفت ما قبل الانتخابات الحقيقه، ومجلس اداره النادي الاهلي وعد جمهوره او وعد جمعيته العموميه بمجموعه قويه جدا او مجموعه كبيره جدا من الانشاءات سواء داخل الفرع في الجزيرة أو في فرع الشيخ زايد أو في فرع مدينة نصر أو حتى في الفرع الجديد. وبالتالي مجلس إدارة النادي الأهلي بيحافظ على وعده مع جمعيته العمومية أن هو خلال الفترة القادمة النادي الأهلي بدأ أو المجموعة أو خلال السنة اللي فاتت أو السنة أو الأربع شهور اللي فاتوا كان فيهم تطور واضح جدا جدا في البنية التحتية والإنشاءات في النادي الأهلي، لكن الفترة اللي جاية سوف تشهد تطور أكثر الحقيقة، على قد المعلومات أو على قد الحاجات اللي احنا بنشوفها الحقيقة حاجات كتيرة جدا جدا سوف يتم إنشائها بالتعاون طبعا مع جميع المكاتب الاستشارية اللي موجودة. دي طبعا أرض التجمع زي ما حضراتكم شايفين مجهود كبير جدا. معلش الناس اللي ما شافتش الموضوع او ما تعرفش الموضوع ماشي ازاي، الارض لما بتبقى واطيه وانت عايز تعليها بتاخد موضوع كبير جدا او بتاخد فلوس كتيره جدا عشان تعلي بس الارض وتوصل لمنسوب الشارع بتاخد فلوس كتيره جدا. لو الارض عاليه وبتوطيها بتاخد فلوس اكتر واكتر عشان توطيها لان انت بتحفر عشان تبقى على قد منسوب الشارع، وبالتالي فلوس كتيره جدا بتدفع. حضراتكم ما تستقلوش، حضراتكم ما تستقلوش بالحاجات اللي انتوا شايفينها. الحاجات اللي انتوا شايفينها دي بتتكلف مبالغ كبيرة جدا جدا. الناس ممكن تبقى شايفة رملة قدامها صحراء، لكن
اللي بيحصل عشان الصحراء دي تطلع عليها انشاءات حاجات كتيره جدا ومبالغ طائله، مبالغ طائله الحقيقه بيتم دفعها لمجرد ان انت بس ترتفع شويه، لو الارض واطيه شويه ترفعها او الارض عاليه شويه توطيها عشان تبقى على مستوى منسوب الشارع وتقدر بعد كده تقدر تبني مباني عليها تكون انشاءات جديده. ده بالنسبه للتجمع الخامس. الحمد لله في اكتوبر الامور ماشيه بشكل جيد، او في الشيخ زايد يعني الامور ماشيه بشكل جيد. وبالنسبه لنادي الجزيره برضو، نادي الاهلي فرع الجزيره برضو الامور ماشيه بشكل جيد. وبالنسبه لمدينه نصر هناك تطور كبير جدا في الانشاءات، هتشوفوه اكتر واكتر خلال الفتره القادمه. خلينا برضو نتعرف على كل هذه الامور من خلال الاستاذ طارق قنديل عضو مجلس اداره النادي الاهلي ونائب لجنه الاشتراكات في العضويات، انا اسف، في النادي الاهلي. استاذ طارق ازي حضرتك يا فندم، ويعني تحيه كبيره لحضرتك. ازيك يا كابتن اسلام؟ وحشنا جدا يا استاذ طارق. ليك وللقناه والمشاهدين. وحشنا جدا يا استاذ طارق. ربنا يخليك يا كابتن اسلام، ربنا يخليك. الله يبارك لك يا استاذ طارق. استاذ طارق، لماذا تم رفع عضوية النادي الأهلي من 350 ألف جنيه ل 500 ألف جنيه بداية من أول فبراير القادم بالنسبة للعضوية العامة يعني؟ العضوية العامة يعني سواء 350 ألف جنيه أو 500 ألف جنيه بالنسبة لكم الإنشاءات ومساحات فروعنا والمقر وجميع إمكانيات النادي الأهلي هي تعتبر في حكم المعقول ومقارنه بالانديه الاخرى كلها يعني. نعم. لو تبص على امكانيات النادي الاهلي والمساحات الموجوده وكم الانشاءات اللي بتتم وكم الاستفاده اللي بتحصل سواء من الخدمات الاجتماعيه او الرياضيه لعضو النادي الاهلي، حاجات كلها يعني تساوي اكثر من مبالغ يعني. حاجات العضويه العامه دي بتمثل اولا انك بتبقى عضو في جميع فروع النادي، يعني عضو في مقره الرئيس اللي هو الجزيره، وعضو في الشيخ زايد اللي هو من تحته حوالي 127 فدان تقريبا، وعضو في القاهره الجديده اللي ان شاء الله هتبقى مساحته ما يعني حوالي 50 فدان، وعضو في مدينه نصر اللي هو برضه بيقع على مساحه كبيره جدا من في قلب العاصمه يعني، يعني يعتبر برضه جزء كبير منه اللي هو بنعتبره. هو على فكره مدينه نصر بيعامل معامله المقر يعني، نعم، العضو اللي فيه. فمع ان شاء الله ما يستحدث من فروع للنادي الاهلي. فلو تبص على السعر ده سواء 350 الف جنيه او 500 الف جنيه هو سعر ملائم جدا، ومش عايز اقول اقل من انديه اخرى ممكن تكون اقل امكانيات واستفاده من الاعضاء والخدمات الاجتماعيه او الانشاء. تمام. عايز برضو اعرف الطبيعي ان انت المفترض ان بيحصل تطور في الاسعار نفسها مع القيمه السوقيه طبعا يعني، دي بيبقى مفروغ منها. فعشان كده الجمعيه العموميه كان عرض عليها ان العضويه تبقى ب 500,000 ابتداء من اول فبراير، العضويه العامله الكامله لكل المقر وكل فروع النادي الاهلي. وعضويه الشيخ زايد من 125,000 ل 175,000 من اول فبراير برضه. وعندنا عضويه التجمع اللي هي 200,000. اللي بيشترك في فرع القاهره الجديده لغايه اخر يناير اللي هو لغايه الايام الباقيه من في مدينه نصر، نعم، اللي هو برضه بيقع على مساحه كبيره جدا من في قلب العاصمه يعني، يعني يعتبر برضه جزء كبير منه اللي هو بنعتبره. هو على فكره مدينه نصر بيعامل معامله المقر يعني، نعم، العضو اللي فيه. فمع ان شاء الله ما يستحدث من فروع للنادي الاهلي. فلو تبص على السعر ده سواء 350 الف جنيه او 500 الف جنيه هو سعر ملائم جدا، ومش عايز اقول اقل من انديه اخرى ممكن تكون اقل امكانيات واستفاده من الاعضاء والخدمات الاجتماعيه او الانشاء. تمام. عايز برضو اعرف الطبيعي ان انت المفترض ان بيحصل تطور في الاسعار نفسها مع القيمه السوقيه طبعا يعني، دي بيبقى مفروغ منها. فعشان كده الجمعيه العموميه كان عرض عليها ان العضويه تبقى ب 500,000 ابتداء من اول فبراير، العضويه العامله الكامله لكل المقر وكل فروع النادي الاهلي.
وعضويه الشيخ زايد من 125,000 ل 175,000 من اول فبراير برضه. وعندنا عضويه التجمع اللي هي 200,000. اللي بيشترك في فرع القاهره الجديده لغايه اخر يناير اللي هو لغايه الايام الباقيه من الشهر ده ان شاء الله، الميزه اللي بيستمتع بيها ان هو بيكون ليه حق ان هو يحول عضويته من عضويه فرع القاهره الجديده الى عضويه كامله عامله في كل فروع النادي، وبيدفع الفرق 150,000، يعني بتبقى اللي هي بسعر 350,000 جنيه. نعم. اللي هو سعر العضويه العامه وقت اشتراكه حاليا، يعني يحتفظ بالحق ده طبقا للائحه لمده 4 سنوات. ابتداء من 1 فبراير اللي بيشترك في فرع سواء الشيخ زايد او فرع القاهره الجديده بيبقى ليه حق في انه يعمل يستكمل العضويه كامله بالسعر الجديد بقى اللي هو 500,000 جنيه. طيب، يعني من الواضح جدا ان هناك اقبال شديد على عضويه النادي الاهلي خلال هذه الفتره، الناس عايزه تلحق يعني ان هي تدفع 350,000 جنيه قبل ما تدفع ال 500,000. يعني انا لا تتخيل منظر النادي الاهلي في الجزيره في خلال الايام الماضيه ولغايه النهارده، احنا النهارده لسه مخلصين من شويه وما زال لغايه من فتره بسيطه يعني موظفي الاشتراكات في النادي على راسهم الامانه كل اداره الاشتراكات بالعاملين في النادي كم مجهود غير طبيعي بيبذل. يعني اداره الاشتراكات قدام عز حلمي والجميع الزملاء اللي موجودين هناك كم مجهود غير طبيعي، عايز اقول لحضرتك كل يوم بيسهروا عشان لاتمام الشغل اللي بنعمله في لجنه العضويات مع يعني اللجنه بتبقى الاستاذ ابراهيم الصفراوي رئيس لجنه العضويه. نعم. انا متواجد معاه يعني، فبنقسم ما بيننا اللجان، لا تتخيل كم من الطلبات العضويه النهارده كان بالمئات موجودين في النادي، امبارح نفس الحكايه. وعايز بس اطمن الكل عشان في اقبال غير طبيعي موجود في النادي، ويعني في زحام جامد جدا على موضوع العضويه عشان الثلاثة اللي هتحصل من اول فبراير. اي حد طالب لعضويه النادي بكل انواعها اللي هيشتري استماره لغايه اخر يوم في الشهر ده ان شاء الله هيتعمل لهم لجان عضويه في خلال الشهر ده، يعني متواصلين حتى نهايه الشهر. نعم. في العمل ده كل حد ان شاء الله هيشتري استماره عضويه هيتعمل له لجنه ان شاء الله الشهر ده. استاذ طارق، هل ان هو اتفضل بالفرق ده قبل الشهر الجديد، هل هناك استراتيجية معينة للوصول لعدد معين من الأعضاء خلال هذه الفترة؟ هو ريدي عندنا في قرار الجمعية العمومية اللي هي في بيبقى عدد، يعني مثلا القاهرة الجديدة 12,000 عضو، عندنا عضوية يعني محددة بقرار الجمعية، بقرارات الجمعية العمومية. نعم. بيبقى طبعا لما بيزيد عن عدد معين او بيبقى في امكانيه ان بامكانيات النادي بنرجع تاني للجمعيه العموميه. الحمد لله اللي بيميز النادي الاهلي سواء طالب الاعضاء الجدد او كده ان في سيستم معين بيجرى، يعني الحمد لله من ساعه ما جينا بالقياده كابتن محمود الخطيب وكان من اول جلسه تشكيل لجنه للعضويه، ودي بيبقى برضه مغزاها مباشره اللي هي حته المقابلات الشخصيه، ان يبقى دايما اللي بينضم جديد للنادي الاهلي ضمن النسيج بتاع النادي الاهلي، يعني بنحافظ على عائله النادي الاهلي. نعم. عائله بالظبط كده، عائله النادي الاهلي في اختيار الاشخاص اللي بنشرف بيهم اعضاء جدد للنادي. بالمناسبه الحته الشخصيه اللي احنا فيها برضو يعني في حاجه قلناها قبل كده وبنكررها، ان اعضاء الشيخ زايد اللي اشتركوا، الشيخ زايد انشئ في 23/3/2015 كان وقتها كابتن اسلام اشتراك العضويه العامه في النادي كله اللي هي دلوقتي 350,000 كان وقتها ب 120,000 جنيه لغايه 30/6. نعم. في 6/2015 من 1/7/2015 بقت 250,000 جنيه. فاخواتنا بالشيخ زايد اللي اشتركوا في الفتره دي يحق ليهم 4 سنين بقى يعيدوا من تاريخ اشتراكه، لان احنا في اللائحه
خلينا بدل 3 سنين 4 سنين، يحق ليهم في خلال 4 سنوات ان هو يحول ادويته العضويه كامله، يدفع فرق السعر بس اللي هو كان وقتها حوالي يبقى 50,000 جنيه بس، يعني هو دفع 70,000 جنيه للشيخ زايد في الفتره دي، بيدفع 50,000 جنيه وضعه في النادي كله. فبرضه يعني في اخواتنا منهم بيجوا من اعضاء الشيخ زايد بيعملوا الكلام ده، وفي مجموعه طبعا يبقى فرصه بالنسبه ليهم ان هم يستكملوا الكلام ده في الفتره اللي احنا اللي شغاله دلوقتي. يعني اعتقد ان اللائحه دي يعني شالت اللبس اللي كان موجود الفتره اللي فاتت يا طارق بيه. لغايه 23/3/2019 دي نهايه الاربع سنين. يعني لغايه وهكذا يعني. دي ان هو بيدفع الفرق اللي هو الفرق يبقى 50,000 جنيه بس. فالعدد اللي موجود برضو اللي عمل الاشتراك ده في وقتها من الشفافيه عندنا ان احنا بقى لنا فتره يعني بنكرر ان دي الحق ان يجي يستكمل بالسعر ده. فالحمد لله في لائحه بتنظم حقوق الاعضاء بكامل الاوجه بتاعتها. في نادي بمقراته بمقره الرئيسي بفروعه خليه انشاءات وكم من الاعمال اللي النادي نفسه بتحس فيها ان كم استفاده للاعضاء بالنواحي الاجتماعيه والانشائيه والرياضيه غير طبيعي. طبعا زائد براند النادي الاهلي نفسه، فاعتقد ان هو يساوي اكثر من كده بكتير. يعني نتمنى لكم يا رب كل التوفيق خلال الفتره اللي جايه، ودايما تفضل موجوده الانشاءات، لانه مهم جدا لاعضاء الجمعيه العموميه في النادي الاهلي ان هم يشوفوا مستوى الانشاءات داخل النادي الاهلي خلال الفتره القادمه زي ما حضراتكم وعدتوا في بدايه وجودكم كمجلس اداره. معانا الاستاذ طارق ولا قفل؟ معاك كابتن سلام. اتفضل يا استاذ. الحمد لله الانشاءات ماشيه الحمد لله بسرعه وفي مواعيدها المرتبه. احنا لسه قريب كان في افتتاح صاله الجمباز. يعني على مستوى الثلاث سواء مدينه نصر او الجزيره او الشيخ زايد الحمد لله الامور ماشيه اعلى ما يكون، وان شاء الله فرع القاهره جديده بمجرد استلام التخصيص اللازمه على طول من الجهات الحكوميه سنه ونص تكون المرحله الاولى منتهية بفرع القاهرة الجديدة إن شاء الله، لما حوية بتاعت افتتاحها يعني إن شاء الله من تاريخ استلام الترخيص إن شاء الله. يعني نتمنى لكم يا رب كل التوفيق، مهمة صعبة ماشيين في كل الاتجاهات، يعني كورة، سلة، هاندبول، كرة مية، كل حاجة. يعني احنا لسه كنا مع الكابتن خالد بنتفرج عليه معاه مجموعة من كرة الماء، وفي كل حاجة الحقيقة الدنيا ماشية بشكل كويس. نتمنى لكم يا رب كل التوفيق يا أستاذ طارق. والنادي الأهلي يستحق مننا ده وأكثر من كده. اشكرك شكرا جزيلا الاستاذ طارق انديل عضو مجلس اداره النادي الاهلي ورئيس لجنه العضويات في النادي الاهلي. زي ما حضراتكم شفتوا في كل الاتجاهات مجلس الاداره بيشتغل في كل الاتجاهات والشكل واضح والناس شايفه. احنا مش تلاقينا ما بنتكلمش في الموضوع ده كتير، ليه؟ لان الناس شايفه. اعضاء الجمعيه العموميه لما بتروح النادي بتشوف ايه اللي بيحصل، بتروح النادي سواء الفرع ده او الفرع ده، اي واحد من الفروع الثلاثه، وان شاء الله لما نستلم التراخيص اللازمه للفرع الرابع سنه ونص تكون كل الامور انتهت في التجمع الخامس او المرحله الاولى تكون انتهت، هتلاقوا برضو كل الكلام اللي مجلس اداره النادي الاهلي وعد بيه سوف يتم تنفيذه خلال الفتره اللي جايه. لان مفيش اب بيقول لاولاده يا جماعه انا هعمل لكم كذا وما يعملش. وبالتالي احنا اتفقنا ان هناك حاجه اسمها عائله الاهلي، او في البدايه مجلس الاداره اتفق مع اعضاء الجمعيه العموميه اللي انتخبوه واللي موجودين في النادي الاهلي ان في حاجه اسمها عائله الاهلي، عائله الاهلي كلنا هنحط ايدينا في ايدين بعض ضد اي مشاكل. ضد اي مشاكل، ضد اي اتهامات، ضد اي حاجه بتحصل علشان ناخد اسم النادي الاهلي او ناخد النادي الاهلي في كل حاجه بقى، في انشاءات، في كوره، في سله، في طايره، في كل ما يخص عالم النادي الاهلي، لان النادي الاهلي ده عالم لوحده الحقيقه، واعضاء جمعيته العموميه يستاهلوا كل شيء خلال الفتره القادمه. طيب الحديث عن قرارات لجنه المسابقات ده مهم جدا، ده مهم جدا. لجنه المسابقات بالاتحاد المصري طلعت اصدرت بعض القرارات، خليني اقراها مع حضراتكم. إيقاف عبد الله جمعة لاعب نادي الزمالك للطرد بعد إنذاره. تغريم كريستيان جروس المدير الفني لنادي الزمالك 15,000 جنيه لعدم حضور المؤتمر الصحفي عقب لقاء بيراميدز. تغريم نادي الزمالك 10,000 جنيه
لقذف الكرة داخل الملعب لإفساد هجمة المنافس. طب إيه؟ طب إيه؟ يعني هل من الممكن جدا، بصوا سواء زمالك بقى، سواء أهلي، شوفوا أنا بقول إيه؟ أهلي، زمالك، إسماعيلي، اتحاد، مصري، الأندية الكبيرة، الأندية العريقة دي، هو ينفع ان انا امسك كوره وارميها؟ افرض مباراه نهائي دوري، او يعني المباراه مفيش حاجه اسمها نهائي دوري، ولكن مباراه النقط التلات نقط بتوعها دول، لو الاهلي كسب اي فريق هياخد التلات نقط، الفريق اللي بيلعبه، الفريق اللي بيلعبه واي حد من اللعيبه اللي عندنا، وليد ازار راح يجيب جون، قام رامي الكوره في الملعب، قام الحكم مصفر وعامل ايه؟ اسقاط. حضرتك هتقوم جاي مدي عليه 10,000 جنيه؟ انا ما بتكلمش على لجنه المسابقات بالمناسبه، ولكن انا بتكلم على اللائحه. لائحة ضعيفة جدا جدا جدا. لائحة ضعيفة جدا جدا، يعني ايه؟ ايه يعني ايه واحد يبقى رايح يجيب جون ونرمي له الكرة في نص الملعب أو في مكان أو جنبه وتتوقف، أو يعني أنا آسف يبقى يتحسب عليه 10,000 جنيه؟ ده احنا هقول لكم على حاجة، لما بنلعب مع بعض في الشارع، في الشارع أنا والأصدقاء كنا زمان بنلعب في الشارع في اسكندرية، فكنا بنبقى واقفين، لو حد عملها كنا بنذنبه، كنا بنذنبه، يفضل واقف متذنب ورافع إيده لفوق، وكنا أطفال وما افتكرش إن حد عملها، يعني ما افتكرش إن حد عملها. فهي لائحة ضعيفة جدا جدا جدا. أنا بدعو لجنة المسابقات الحقيقة لإعادة النظر في مثل هذه اللائحة، لان اللي بيحصل ده مش مظبوط. وبعدين يعني احنا يا جماعه داخلين على كاس امم، كل شويه هنقول الكلمه دي، احنا داخلين على كاس امم، سواء بقى جمهور او كذا او كذا، وفي حد لسه بيعمل كده؟ حركات قديمه جدا جدا. بقول لكم احنا عيال صغيرين، يعني من 40 سنه الكلام ده ولا من 35 سنه، كنا اللي بيعمل كده بقول لك بنقف نذنبه وما افتكرش ان حد عملها. يا حاج عامر من فضلك، الحاج عامر بالمناسبه بيعمل مجهود كبير جدا، ولكن ما ينفعش يا فندم ان يبقى في لائحه 10,000 جنيه. اهو النادي الاهلي ملوش مش طرف في الموضوع اهو، انا بتكلم في حته تانية خالص. انا بتكلم ان اللائحه دي يجب ان تكون اقوى من كده بكتير. ايقاف بقى النادي، ايقاف اللاعب، ايقاف معرفش، معرفش ايه اللي ممكن يحصل، ولكن ان تظهر العقوبه بهذا الشكل المخزي 10,000 جنيه. اللي رايح يجيب جون، راجل رايح يجيب جون، بلاش المباراة دي، هات أي مباراة تانية، واحد عمل كده. 10,000 جنيه، يبقى مباراة حسم في الدوري مثلا أو نهائي دوري أو كذا أو كذا، وواحد يرمي كرة في نص الملعب تتحسب له وكذا ويتعمل عليه 10,000 جنيه. هل ده كلام؟ هل ده يعقل؟ لائحة ضعيفة جدا جدا جدا، يجب أن يكون هناك وقفة في مثل هذا الموضوع. خلاص الموضوع ده عدى، لكن اللي جاي هو مش ممكن تتكرر تاني؟ ممكن كل الانديه خلال الفتره اللي جايه اي حد يوقف حد بقى من عنده ورا الجون، واي حاجه تحصل يقوم جاي يقول لك مش انا، ده الواد الصغير اللي عمل كده. 10,000 جنيه ما اي حد يدفعها. المهم اخد البونت، اخد 3 بونت زي ما هتكون. فلائحه ضعيفه جدا 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 جدا، يجب ان يكون هناك تغيير في هذه اللائحه. وارجو ان الحاج عامر، الحاج عامر يعني بيسمع الكلام الناس كلها، وحتى بياخد دايما الانتقادات بصدر رحب، ده مش انتقاد للجنه المسابقات بالمناسبه، ولكن ده انتقاد للائحه موجوده يجب ان يتم تغييرها. الماتش الجاي الاهلي ووادي دجله، وليد ازار ولا اي حد من اللعيبه اللي بيلعبوا قدام، اي حد من اللعيبه اللي بتلعب قدام راح يجيب جون، او اي حد راح يجيب جون، جاي واحد واقف من بره رميله الكره في الملعب، ده كلام يا جماعه؟ وتقول لي 10,000 جنيه؟ ما ينفعش يا جماعه الكلام ده خالص خالص. اي حد، وبالمناسبه تطبق على النادي الاهلي باقصى عقوبه لو في حاجه، مفيش اي مشكله بالنسبه لنا، لان ما اعتقدش ان احنا بنعمل حاجه زي دي. بس ماشي، انا بتكلم بشكل عام، تطبق على كل الانديه، تتحط لائحه صارمه ولائحه قويه تطبق على كل الانديه. يعني وبعد كده انا عارفين هعمل ايه؟ هروح في مباراه للاهلي وانا بنفسي حارب الكوره عشان تتطبق على النادي الاهلي، عشان الناس بس تستريح من جواها. شفتوا بقى وصلت لدرجه ايه؟ لكن 10,000 جنيه في مباراه، يعني في اي مباراه ثانيه ممكن يحصل كده، هتقول لي 10,000 جنيه؟ ازاي يعني؟ يجب ان يكون وقفه
يجب ان يكون هناك وقفه في مثل هذا الموضوع، لانه في النهايه بيمس انديه الدوري كلها، ال 18 نادي اللي موجودين وبيلعبوا، اي حد ممكن يعمل كده، وفي الدرجه الثانيه كمان يحصل كده. لكن واحد راح يجيب جون يرميله. ايقاف حسام حسن وابراهيم حسن مباراه بسبب الطرد للاعتراض على حكم مواجهه بيراميدز والزمالك، ده طبيعي. تغريم نادي الانتاج الحربي 5000 جنيه لاحماء اللاعبين في غير الاماكن المخصصه، يعني الاحماء في غير الاماكن المخصصه ب 5000 جنيه، وان حد يرمي كره في الملعب ب 10000 جنيه اثناء المباراه وهي بتتلعب. تغريم الداخليه 5000 جنيه لاحماء اللاعبين في غير الاماكن المخصصه، تغريم محمد عبد الله المدرب العام للانتاج الحربي 5000 جنيه، ايقاف المدير الفني للاسماعيلي مباراه للطرد لدخول الملعب بدون اذن في مواجهه الدراويش، ايقاف اودا مارشال لاعب نادي الاسماعيلي مباراه للطرد لسابق الانذار. تمام، يعني في النهايه كل اللي عايز اوصله لاعضاء لجنه المسابقات ورئيس لجنه المسابقات ان يجب ان يكون هناك نظره في مثل هذه في مثل هذه اللوائح. ليه؟ لانه زي ما قلت لحضراتكم ممكن جدا جدا كره زي دي تغير من شكل الدوري، سواء بالهبوط او بحسم الدوري فوق، تغير مسار البطوله، سواء بحسم الدوري فوق او الهبوط تحت. فمن فضل حضراتكم ويجب ان يكون التغيير سريع جدا جدا جدا. انا ما اعرفش هل من الممكن السنه دي ده يحصل ولا لا، لان السنه دي مطوله معانا شويه، مطوله معانا لغايه شهر 9 تقريبا، خصوصا بعد تاجيل بقى كاس الامم الافريقيه. وبالمناسبه هنا في ملعب الاهلي كان معايا الحاج عامر واتكلمنا في هذا الموضوع، يمكن اول برنامج اتكلم في هذا الموضوع، وقال عندنا هنا ان احنا سوف يتم تاجيل بطوله كاس الامم الافريقيه خلال الفتره القادمه عشان موضوع شهر رمضان وبعد رمضان، واللعيبه تعمل ترجع تتعود تاني على اليوم العادي مش اليوم بتاع رمضان. وبالتالي نتمنى ان ده يحدث خلال الفتره القادمه. طيب ان شاء الله مباراة النادي الاهلي ضد نادي سيمبا التنزاني خلال المباراة الاسبوع يوم السبت المقبل ان شاء الله، بدأ الحجز الالكتروني لتذاكر المباراة. انا عارف مباراة في برج العرب، واهم حاجة بالنسبة لي لو في 10000 متفرج، لو الامن وافق على 10000 متفرج، ال 10000 متفرج يبقوا موجودين. صدقوني الموضوع بيفرق كتير قوي، وجود حضراتكم كجمهور بيفرق في المباراه جدا جدا جدا، خصوصا في مثل هذه المباريات. المباراه دي بالنسبه لنا اللي هي المفتاح بتاع بطوله افريقيا، المباراه الثالثه دي تحديدا دايما بتبقى المفتاح بتاع بطوله افريقيا. لازم المباراه اللي جايه ثلاث نقاط ان شاء الله، طبعا بعد اذن ربنا ثلاث نقاط، وبعد كده نبقى نتكلم في المباراه اللي بعدها. ولكن المباراه القادمه وجود جمهور النادي الاهلي مهم جدا جدا جدا. وانا خلال الثلاث اربع ايام اللي جايه لغايه ما قبل المباراه هقول لحضراتكم ان انتوا لازم تروحوا ولازم تبقوا متواجدين، لان النادي الاهلي بدون جمهوره بتبقى الامور بالنسبه لنا صعبه جدا جدا جدا. الجمهور 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 لازم يبقى موجود في مباراة النادي الأهلي القادمة. وزي ما قلت لكم الحجز الإلكتروني ابتدى لتذاكر هذه المباراة، وإن شاء الله إن شاء الله نشوف الجمهور متواجد بالعدد المسموح به في هذه المباراة اللي هي هتبقى إن شاء الله يوم السبت المقبل. الأسبوع اللي فات وإحنا بنتكلم اتكلمنا عن إفريقي بروح الفانيلا الحمراء، اتكلمنا عن جونيور أجاي. الحقيقة تاني يوم سبحان الله كنا بنتكلم عليه قبل المباراة، قبل مباراة المقصة بيوم، تاني يوم الحقيقة لقينا جونيور أجاييه عمل لقطة اللي راح وجري وقال للعيبة كلها تعالوا تعالوا حواليا ونحتفل مع بعض، ولصارتي من الناحية التانية. احنا كمان عايزين نبقى نعمل مدير فني بروح الفانيلا الحمراء عشان ده مهم جدا. فأفريقي بروح الفانيلا الحمراء النهاردة عندنا علي معلول. علي معلول الحقيقة مرتبط جدا بجمهور النادي الأهلي، علي معلول قريب جدا من جمهور النادي الأهلي، كل جمهور النادي الأهلي بيحبه، وبالتالي هو أفريقي بروح الفانيلا الحمراء. قبل بس ما نطلع نشوف التقرير عن علي معلول، هنا عندنا على صفحتنا على الفيسبوك احنا كتبنا سؤال: توقع من سيكون نجم مباراة غدا إن شاء الله النادي الأهلي ضد نادي وادي دجلة؟ زي ما حضراتكم عارفين المباراة ستقام في تمام الساعة 8 غدا إن شاء الله، وبالتالي عايزين حضراتكم تقولوا لنا او تبعتوا لنا على صفحتنا على الفيسبوك، على صفحه قناه الاهلي على الفيسبوك، من سيكون او توقعاتك لمن سيكون نجم المباراه، وهنكسب قد ايه لو كسبنا، الدنيا هتبقى ماشيه ازاي، قول لنا توقعاتك لهذه المباراه. نطلع نشوف افريقي بروح الفانيلا الحمراء ومع
علي معلول. يعني الحقيقة علي معلول بيؤدي مباريات رائعة خلال الفترة اللي فاتت بعد عودة طويلة من الإصابة، ربنا يكملها له على خير إن شاء الله ويفضل متواجد مع الفريق بدون إصابات، وربنا يعديها له على خير. دايما أنا قلت لهم الحتة دي لازم تبقى خشب عشان نمسك الخشب كتير الفترة اللي جاية. بعض الأخبار السريعة اللي تخص النادي الأهلي، ميدو جابر بينتقل إلى المقصة نهائيا، ده أعلن أمير توفيق مدير التعاقدات عن انتقال مدير ميدو جابر لاعب الفريق الأول لكرة القدم إلى نادي مصر المقصة. ميدو جابر قدم عليه خلال فترة قضاها في النادي الأهلي، نتمنى له يا رب كل التوفيق في نادي مصر المقصة. طبيب النادي الأهلي دكتور خالد يوضح موقف حمدي فتحي ومحمد هاني، هو قال إن حمدي فتحي اشتكى من إجهاد في العضلة الضمة وبالتالي يحتاج إلى راحة 10 أيام، حاجة بسيطة يعني، معلش أنتوا عارفين كده الواحد لما بيجيب عربية جديدة تلاقي دايما إيه ضربت في الإزاز من فوق في الكاوتش من تحت، بتحصل أي حاجة، وبالتالي حمدي فتحي كده حاجة بسيطة 10 أيام هيريحهم أو أسبوع هيريحهم خلال الفترة القادمة. النهاردة كان في تقسيمات وتصويبات وفقرة للعرضيات في مران النادي الأهلي ومحاضرة للفيديو للاعبي النادي الأهلي بالليل إن شاء الله، ستكون هناك محاضرة لمباراة غدا. تدريبات تأهيلية أيضا لرباعي النادي الأهلي أحمد فتحي ومروان محسن ووليد أزارو وأحمد الشيخ، ولا سارتي يطمئن على حسام عاشور، ومحمد هاني يكتفي بالمشاركة في المران البدني. مجلس إدارة النادي الأهلي سوف يجتمع يوم الأربعاء القادم كمجلس إدارة في تمام الساعة 17 لمناقشة العديد من الأمور الإدارية. خليني بس سريعا جدا أقول لكم قائمة النادي الأهلي لمواجهة وادي دجلة: شريف إكرامي ومحمد الشناوي، محمد هاني، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، سعد سمير، علي معلول، محمود وحيد، باسم علي. أما خط الوسط: عمرو السولية، هشام محمد، رمضان صبحي، ناصر ماهر، حسين الشحات، صالح جمعة، جونيور أجاييه، أحمد حمودي، كريم نيدفيد، جيرالدو. أما خط الهجوم: صلاح محسن. وحمد لله على السلامة يا صلاح يا محسن. طيب دي كانت قائمة النادي الأهلي لمواجهة نادي وادي دجلة غدا. إن شاء الله هنطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هنرجع نستقبل ثلاثة من نجومنا الكبار: النجم الكبير كابتن إبراهيم عبد الصمد، والنجم الكبير كابتن شريف عبد المنعم، والنجم الكبير كابتن محمد حشيش. هنتكلم عن مباراة غدا وكيف سيلعب النادي الأهلي في مباراة الغد. نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل نستقبل نجومنا الكبار. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيوفي وضيوف حضراتكم في حلقه اليوم او في الجزء الثاني من هذه الحلقه. النجم الكبير كابتن ابراهيم عبد الصمد. ازيك كابتن ابراهيم؟ يا كابتن اسلام، ده انت اللي مشرفنا يا كابتن. ربنا يخليك. ايضا النجم الكبير كابتن شريف عبد المنعم. ازيك كابتن؟ والحمد لله على السلامه. الله يسلمك كابتن، وحشتنا. الله يخليك، دايما مفتقدينك. لا لا خليك انت، وجودك منور الدنيا كلها. الله يخليك. ايضا النجم الكبير كابتن محمد حشيش. ازيك كابتن؟ منور يا اسلام. منور منور. الحمد لله الحمد لله. يعني كابتن ابراهيم خليني ابدا مع حضرتك والمباراه، هنتكلم طبعا عن مباراه الاهلي ووادي دجله غدا ان شاء الله. جونيس المدير الفني لوادي دجله واحد من المديرين الفنيين الجيدين الحقيقه، واللي اثبت وجوده خلال الفتره اللي فاتت في الدوري المصري. وادي دجله بيلعب بطريقه جديده شويه على الدوري المصري، هو بياخد الكره من تحت مهما كانت الظروف ومهما كان الضغط ومهما كان هل سيبدا النادي الاهلي ضاغط على وادي دجله من اول المباراه، ولا هيستنى شويه على طريقه لعب بقى وادي دجله؟ احب ابتدي بس بحاجه ثانيه غير فضل. لا لا حضرتك عايز اتفضل. بهني اتحاد كره اليد الحقيقه طبعا باحتلال المركز الثامن في بطوله العالم طبعا، ودي نتيجه حقيقه مشرفه جدا، بقاله 12 سنه ما وصلش للدور ده. وبهني الدكتور اشرف صبحي تسلم علم الدوره ان احنا هننظمها ان شاء الله في 2021، وده طبعا شرف تنظيم كاس العالم لكره اليد، ده شرف لمصر. اتمنى ان شاء الله باذن الله يخرج بطريقه جيده، وده بيعكس الصوره الجيده اللي واخدها العالم عننا دلوقتي. نعم. والاستقرار السياسي والاجتماعي اللي موجود في مصر.
لما نتكلم بقى عن الماتش بقى ادخل في السؤال بتاعك. ايوه الحقيقه النادي الاهلي الاول عمل ماتش قدام المقاصه اكثر من رائع الحقيقه. لما يجي يلعب قدام وادي دجله دلوقتي لازم يلعب ضاغط في نص الملعب بتاع وادي دجله زي ما عمل مع المقاصه. الاهلي مع المقاصه ما خلاش وجود لنادي المقاصه طول شوطي المباراه. نعم استغل اولا المهارات العاليه بتاعه اللعيبه وابتدى يضغط على المقاصه من نص ملعبهم، وبالتالي اللعب كان من لمسه واحده وتغيير المراكز قلبك دفاع المقاصه وخلاهم ما لهمش وجود. فبالتالي اتمنى ان النادي الاهلي لا يتخلى عن هذه الطريقه ويلعب ضاغط في نص ملعب وادي دجلة غدا ان شاء الله باذن الله. ومهما كانت التشكيله اللي هيلعب بيها، والناس بتقول الانسجام ومش الانسجام، لا الانسجام بيجي لان اللعيبه كلها تتمتع بمهارات عاليه جدا، ومن السهل جدا انهم يفهموا بعض في تمرينه واحده بس. فان شاء الله باذن الله يلعب ضاغط في نص ملعب الخصم وبنفس الطريقه ان شاء الله هيبقى المكسب للنادي ان شاء الله. لما نيجي نبص برده على اللعيبه اللي لعبت قدام وادي دجله في خط الدفاع، ما فيش يمكن الا علي معلول اللعيب الوحيد اللي لعب قدام وادي دجله في الدور الاولاني في خط الدفاع. كان احمد فتحي ومحمد نجيب وسليف كلوبالي، الثلاثه مش موجودين. نعم. لما بيجي في خط النص اللعيبه اللي لعبوا الدور الاول بس هشام محمد وناصر ماهر بس من الخط النص اللي هيمثلنا موجودين يعني في القائمه الجديده. غياب حسام عاشور وميدو جابر وليد سليمان اللي لعبوا الدور الاولاني. نعم. وليد ازارو مش موجود، وصلاح محسن ان شاء الله باذن الله بكره يبقى موجود يعوض غياب وليد ازارو ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. كابتن شريف رايك في المباراه ايه؟ يعني انت بكره شايف المباراه هتمشي ازاي؟ النادي الاهلي لو ضغط وزي ما الكابتن ابراهيم بيقول وبدا بضغط من اول المباراه وكذا وكذا وكذا، هل من الممكن ان هو يحرج وادي دجله ويلعب بطريقه مختلفه، ولا المدير الفني لوادي دجله هيلعب بنفس طريقته مهما كانت الظروف؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا وادي دجله هيلعب بنفس الاسلوب اللي هو بيلعب بيه. نعم. لان هو واضح من اول الموسم ده مع المدرب ده عنده الاسلوب اللي انت بتقوله. خلينا نعرف الاول قبل ما حضرتك تكمل، بعد كده نرجع نكمل مع حضرتك تاني. الكابتن عبد الباقي جمال مدرب نادي وادي دجله، برضو نعرف نشوف نطمن منه على كابتن عبد الباقي. ازي حضرتك يا فندم؟ طبعا من معسكر المباراه. ازي حضرتك يا فندم؟ اسلام وواسع كابتن ابراهيم كابتن محمد حبيب. اهلا بيك كابتن. اهلا بيك. يعني كابتن عبد الباقي، خلال الفتره اللي فاتت نادي وادي دجله ماشي بخطه جيده، هناك طبعا تعثرات بتحصل مع كل الفرق، ولكن طريقه اللعب الكل بيشيد بطريقه اللعب لنادي وادي دجله مع المدير الفني الجديد. هل كان من الصعب ان انتوا تعودوا اللعيبه على طريقه اللعب دي يا كابتن؟ طبعا يا كابتن، يعني هو احنا بنلعب فريق لعب، حضرتك عارف يمكن اصعب فريق لعب على مستوى حتى الفرق الكبيره، يمكن تشيلسي اول الموسم دوت، حتى مانشستر سيتي مع جوارديولا. نعم. الكواليتي العالي احسن لعيبه في العالم خدت معاه وقت الموسم قبل اللي فات، خد وقت طويل جدا وفنشوا بشكل مش كويس في الموسم الاولاني. فطبعا احنا خدناها بطريقه محتاجه طبعا وقت، مع ان كمان زائد ان احنا لعيبتنا طبعا صغيره ما عندهاش خبرات كبيره في الدوري، كان معظمهم اكثر من 80% من فرقتنا اول موسم ليها في اللعب في الدوري الممتاز. نعم. فالموضوع خد معانا وقت، لكن الحمد لله يعني نهينا الدور الاولاني بشكل كويس، بشكل مرضي، واول ماتشين يعني باخر الدور الاولاني ومع اول ماتشين في الدور الثاني كان بشكل كويس، يعني حتى كانت نتيجه ايجابيه. اخر ماتش ده كان من حوالي 40 يوم مع الجونه، كسبنا الجونه 2-0 الجونه محترمه قبلها الداخليه، يعني كنا ناهيين بشكل كويس الحمد لله. طيب كابتن، كنا لسه بنتكلم مع كابتن ابراهيم والكابتن شريف والكابتن محمد حشيش عن طريقه اداء وادي دجله، هل من الممكن ان يتم تغيير طريقه اللعب غدا لان النادي الاهلي بيلعب بطريقه مختلفه عن بقيه الانديه، او لان انت هتلاعب النادي الاهلي، ولا ستظل هي نفس الطريقه؟ والله طبعا كابتن النادي الاهلي يعني مش هنقول كلام دبلوماسي وماتش ثلاثة يعني في الجزء يعني حتى النادي الاهلي طبعا مهم للاعيبتنا ويبقى في اهتمام طبعا مختلف، وطبعا لعيبه النادي الاهلي ولا في مختلف عن بقيه لعيبه الدوري الممتاز، وخصوصا بعد التدعيمات وكده كابتن شركه هو يعني اخر من 2005 كابتن معلش ممكن تتحرك بالتليفون عشان مش سامعينك بعد اذنك. قول
طبعا كابتن ان طبعا احنا نادي الاهلي ليه تقدير طبعا وليه اكيد بيبقى ليه حتى بالنسبه للعيبه ليه اهتمام ونصب بيتاخد غير اي ماتش تاني خاصه بعد التدعيمات القويه اللي النادي الاهلي عملها. بقول لحضرتك يمكن دي اقوى تاني تدعيم في تاريخ النادي الاهلي يمكن بعد سنه 2005 اللي كنت حضرتك من ضمن المجموعه اللي راحت النادي الاهلي في التدعيمات اللي عملت انجازات وبطولات كبيره للنادي الاهلي. تمام يعني برضو ما قاليش برضو هيغير طريقه بكره بقى بكره هنعرف مفيش مشكله. عنده ثلاث لعيبه جايب لعيب كابتن انت جايبين يعقوب الغالي من اليونان ومصطفى طلعت رجع تاني الفريق ورمزي خالد من اتحاد هذه النادي هنشوفها هيكون ليها بكره اللعيبه دي هيكون ليها دور بكره مع الفريق ولا ايه ولا بلاش هم معانا كابتن طبعا في المعسكر يعني احنا من الناس اللي ما بنخبيش يعني احنا ما عندناش حاجات نخفيها يعني احنا دايما بقى السوشيال بتاعنا واضح الناس اللي معانا في المعسكر واضحه بكره بدري قبل يعني من اول ناس بنقدم اللاين اب التشكيل بتاعنا الاساسي بس يعني احنا لسه كابتن الماتش بكره الساعه 8 فلسه في وقت في ممكن بكره هننام ونصحى ننام ونصحى طول النهار لغايه لما تشوف المباراه. طيب اخيرا يا كابتن فتره الراحه الطويله من يوم 26/12 لغايه دلوقتي اعتقد انها فتره راحه طويله هل من الممكن ان تؤثر سلبيا على نادي وادي دجله ولا انت شايف لا؟ كابتن احنا عملنا اربع ماتشات وديين اقوياء بس طبعا كابتن حضرتك عارف يعني الماتشات الوديه طبعا والريتم لما بيبعد كده يعني الفترات الراحه ده كابتن احنا في اوقات ما بناخدهاش بين الموسمين يعني برضه دي كانت غريبه جدا يعني احنا صح احنا تقريبا طبعا احنا حاولنا قد ما نقدر نخلي اللعبه في تركيزها لكن اكيد هيبقى ليها يعني اكيد في تاثير سلبي طبعا غير لما بقى بتلعب بشكل منتظم وماتشات وديه وفي جديه طبعا اكيد الموضوع بيفرق. انا بشكر حضرتك جدا يا كابتن عبد الباقي على هذه المداخله وان شاء الله بكره نشوفك ونتكلم معاك مره اخرى. شكرا جزيلا. معلش يا كابتن شريف عشان عندنا حاجه هنطلع ونرجع نكمل هنطلع فاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم بقيه هذه الحلقه. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلينا ناخد برضو بعض التعليقات اللي جايه من حضراتكم. هاني ادريس بيقول شكرا لاتحاد الكره وجد لنا حل عبقري لتامين خط الدفاع. لتامين خط الدفاع احنا نجيب ثلاث عيال يقفوا ورا الجون وكل ما حد يجي هجمه مرتده نجيب الكره في الجون. هي لائحه محتاجه ان هي يعادل الكلام فيها لازم تعدل على الاهلي وعلى غير كل الانديه طبعا كل الانديه. احمد ايهاب نصار بيقول مساء الخير يا كابتن وعلى ضيوفك الكرام نجم المباراه بكره ان شاء الله ناصر ماهر ورمضان صبحي وان شاء الله نفوز 3-1 على وادي دجله. حبيبي يا كابتن اسلام. ده احمد عمر ان شاء الله الاهلي يكون بكره كلهم نجوم الفرقه كلها ان شاء الله. يا كابتن اسلام ايه رايك عندك اقتراح بالنسبه للفريق اللي يرمي الكره في الملعب اثناء الهجمه يحتسب عليه ركله جزاء؟ صعب يعني مش قانون الكوره ده بيخلص من الاخر بيجيب من الاخر ده ابو احمد هو اللي بيقول لنا الكلام. ونجم المباراه بكره رمضان وحسين. يا جماعه المسجات طويله قوي التعليقات طويله قوي يعني احنا محتاجين بس عشان نقرا اكتر عدد من التعليقات فمعلش بعد اذنكم بعد ايه ده سطر ولا حاجه مش 16 سطر ولا 15 سطر شورت كات. نجم الماتش غدا ده كبرى سناك بيقول او كبرى سناك بيقول غدا رمضان صبحي ونفوز ان شاء الله 4-0 نتمنى كل التوفيق. ابعتوا لي هقرا بس تعليقات حضراتكم مره اخرى من سيكون نجم المباراه غدا ان شاء الله ومن وسيستعمل الاهلي ان يفوز على وادي دجله. ابعتوا لنا قولوا لنا رايكم على صفحتنا على الفيسبوك. كابتن شريف انت تعبان خش على كابتن حشيش خش على كابتن شريف كنا بنتكلم عن طريقه وادي دجله هل من الممكن ان يغير نادي وادي دجله طريقته امام النادي الاهلي غدا؟ هو من الجميل اللي انت بتتكلمني دلوقتي على فريق وادي دجله واحنا عارفين بيلعب ازاي وبالادهى ان المدير الفني ولاعيبه النادي الاهلي دارسين النهارده حتى في اجتماعات النهارده في المعسكر بعرض فيديوهات وعرض حاجات كتير قوي بالنسبه للعيبه تقدر تحط ايديها وتفكيرها وتركيزها على ارض الواقع بكره. ما بقاش في استهانه باي فريق الحقيقه بيلعب ازاي او بيلعب باسلوب ازاي. الجميل من في الموضوع ان انت اللي ابتديت بتفرض اسلوبك وانت اللي بتخش زي ما كابتن ابراهيم بيقول بتهاجم من الاول
تخلي اول خطوطك الهجوميه هي الدفاعيه في نفس الوقت. نعم. فما بتديش مساحات لتركيز اللعيبه اللي قدامك ان هي يقدروا يعملوا عليك جود باس، يعني يقدروا ينقلوا الكره سهله قوي لغايه المسافه نص ملعبك، او يقدروا يعملوا اي مناوره، وخاصه ان كان عندهم لعيبه جيدين زي ابراهيم نضاي ده ممكن يترجم اي هجمه في اي وقت ويهزك في الملعب او يخليك تخرج بره التفكير عن تركيزك في الشكل اللي انت الواضح ان انت ماشي فيه دلوقتي، باستعاده بعض اللاعبين الاقوياء جدا في مراكزهم، محطات قويه جدا خلت حتى اللعيبه عندها ثقه. يعني حمدي فتحي لما جه لعب جنب عمرو السوليه حسيت ان عمرو السوليه ده تحرر، شفت له من احلى المباريات السنه، يعني بقالي سنين ما شفتش عمرو السوليه بيتحرك بهذا الشكل وبلاي ميكر في نفس الوقت، وبيروح ناحيه اليمين وبيحاول يشوطه. ففي حاجات كتير قوي ابرزها ان عوده تكاتف اللاعبين المصابين، عوده لعيبه زي صالح جمعه موجود كبديل، ما حسيتني بالطمانينه والثقه بالنسبه للجماهير وبالنسبه للاجهزه الفنيه وبالنسبه للاعبين بيلعبوا مع بعض. في حاجات كتير قوي عوامل تخليك قبل ما تبص فرقه وادي دجله بتلعب ازاي الحقيقه بتشوف انت بتكرر اسلوبك ازاي. يعني انا اتفرجت عليك المره اللي فاتت وانت بتحلل المباراه انت والكباتن، اتكلمت في حاجه جميله جدا في حل مشكله حسين الشحات انه يبقى ناحيه اليمين. فكلكم راح اسلام الحقيقه راح قايل ايه، انا شايف انه يتحرر من حته الخط دي ويهجم ويقطع لجوه، لو قطع لجوه هيبقى خطير جدا. اول كوره حصلت في المباراه كانت الهدف الاولاني بالانطلاقه التغيير التحركات بتاعت رمضان صبحي والتايمنج اللي عمل فيه الباص والاستلام والتصويبه، يعني في رغبه من اللعيبه نفسها انها تحقق حاجه، عايزه تقول كل واحد مستواه فين. النادي الاهلي بما حضر فعلا، يعني انت دلوقتي بقى عندك من مشكله غيابات بعض اللعيبه كتير قوي لمشكله دلوقتي هتلعب بمين ولا مين، وهو ده النادي الاهلي اللي احنا متعودين عليه. فانا بكره باذن الله بس دي مشكله حلوه، مشكله حلوه قوي، مشكله عايز اعيش فيها طول العمر. يعني انا مش عايز اعيش في مشكله. شفت انت بيديني الفرقه انا مش عارف ناصر ماهر هيبتدي ولا مش هيبتدي او كذا، ممكن يفاجئني النهارده كمان صالح جمعه عندنا، خلي بالك لسه احنا عندنا اصابات كمان. طبعا انا عندي حمدي فتحي لسه، يعني انا كنت سعيد بحمدي فتحي المحطه اللي خلت عمرو السوليه ينطلق. انت عندك اهم عناصر غايبه لسه مصابين، ولسه بقى بالزبط. عندك ربيع راجع عندك حاجات محطات انت اساسيه طبعا محتاجها، سعد سمير راجع لك، اي كوبل بيبقى مع بعض قديم خبره مع شباب بيعمل لك شكل، محمد هاني بادائه الكبير قوي. فانا بلتفت دايما لاداء فرقتي انا. نعم. بيرهق اي فرقه انت بتلعبها مهما كانت الاسماء او مهما كان الاسلوب، يوناني مصري برتغالي اي حاجه. الحقيقه ان احنا اللي بنحط ايدينا على المباراه من اول خمس دقائق، لما بتحسس المهاجم زي الماتش اللي فات يا كابتن ابراهيم، اول ثانيه في الماتش جول، كان هيبقى اسرع هدف في الدوري. صحيح. وكانت حاجه تفرح، ادت الثقه للبوشنج لكل الناس تتحرك، كل الناس تطلع. ناهيك بقى انا مش عايز اتكلم على فرقه الاهلي، علي معلول وسوليه ورمضان وناصر وحسين الشحات وجونيور وصلاح محسن راجع لك كمان بديل جيد، يعني هتبقى عندك عناصر جديده وانت قاعد على الدكه مش قاعد ضعيف، ده انت مش قاعد مستريح، يعني قاعد على الاقل عندك لو اي حاجه على السيناريو حصل او اي حاجه، انت كل اللي محتاج منك ان كده تفسد اسلوب اللعب بتاع وادي دجله اللي هو الباس باس باس الباس باس باس في قطعه والضغط، يعني كونتر اتاك رهيب، والنادي الاهلي من اسرع الناس اللي بيعملوا كونتر اتاك في مصر. كابتن حشيش، عايز برضو اعرف الثلاث نقاط، اهميه الثلاث نقاط بكره للنادي الاهلي وبرضو الوادي دجله. طبعا احنا متفقين ان ماتشات الاهلي كلها كؤوس. نعم. مفيش فرص ثاني للنادي الاهلي ان هو يضيع نقاط. ماتش بكره هام جدا لانه جاي بعد ماتش جيد جدا جدا بالنسبه للنادي الاهلي بعد الناس مستناه بعد طول غياب. فالناس عايزه تعرف في الاول كده من البدايه، دي تكمله لفوقان النادي الاهلي ولا دي حاجه عارضه وهنرجع تاني برضو يبقى يعني الاداء شويه. فبكره مهم جدا، عشان كده لازم نستغل فوقان النادي الاهلي خلال المباراه اللي فاتت وانتعاش اللعيبه والحاله الجيده اللي عليها اللعيبه، سواء اللي موجوده قبل كده او اللي دخلت جديده على الفرقه في مباراه بكره. الراجل اليوناني عنيد جدا، شفناه في جميع المباريات برغم ان في اخطاء في نقل الكوره من حارس المرمى للجناب للمساكين نص الملعب بنفس الطريقه، يعني قطعت كذا مره وخسرتهم مباريات، خلتهم في الترتيب ال 16، يعني 9 مباريات خساره لغايه دلوقتي، ومع ذلك هو مصمم في كل مباراه على نفس الطريقه. حتى في بعض الماتشات
كنا قاعدين نحلل الماتش في اوقات كتيره جدا وفي اخر المباراه ومغلوب ومصمم ان هو يبدا الكوره من تحت وينقل. فهو مش هيغير قدام النادي الاهلي قدام اي حد، هو طريقه واحده بيلعب بيها. نستغل احنا الحته دي من النادي الاهلي زي ما بقول لك، فوقان النادي الاهلي ولاعيبته انه يضغط من قدام خالص على الفرقه دي لان هيحصل اخطاء. وبعدين انت مش مستني ان انت يفضل هو بالنسبه له عايز برضه يستهلك وقت في البدايه، يمر وقت او على الاقل الشوط الاولاني بدون اهداف تيجي فيه عشان برضه يبتدي ممكن بعد كده كونتر اتاك او حاجه من هذا القبيل. فانت لازم تضغط لان احنا شفنا الجون اللي بدري قوي ماتش بيغير شكل الماتش خالص، بيغير شكل الماتش خالص، بيدي فوقان للعيبه، بيدي خلاص انت ارتحت انك احرزت هدف، بتبتدي بقى تلعب لعبك، اللعيبه بتضغط اكتر، كل واحد بيقدر يطلع اللي عنده بدون شد عصبي، انت كسبان واحد ومستمر. فلازم الضغط عشان الجون الاولاني هو قلناها الماتش اللي فات قبل المباراه ان هو مفتاح لعب النادي الاهلي. النادي الاهلي في احسن اوقاته احسن فترات النادي الاهلي كان دايما بيحرز اهداف في البدايه، تدي لعيبه الثقه، بتدي اريحيه، ما تبقاش مستعجل، الاستعجال بيجيب اخطاء. اللعيبه زي ما بقول لك فايقه كلهم الحمد لله تقريبا موجودين باستثناء يمكن الوحيد اللي هو حمدي فتحي عنده اصابه هيبقى بره، انما التشكيل هو هو تقريبا. اللعيبه يعني ما فاتش اربع ايام على المباراه، يستغل الدفعه دي ان شاء الله ان هو باذن الله يضغط من البدايه ويحرز هدف من البدايه ويعمل ماتش زي الماتش اللي فات او زي تحديد الشوط الاولاني يعني. تمام كابتن ابراهيم، يعني الاداء في مباراه المقصه تفتكر هل ده يمنح نادي الاهلي ثقه في مباراه وادي دجله، ولا تفتكر ان اللعيبه عايزه بقى تحافظ فتنزل خايفه شويه متوتره شويه من وجهه نظرك يعني؟ لا طبعا، هو الاول بالنسبه لعوده المصابين في اربع مصابين دخلوا الليست دلوقتي، وبالتالي هيبقى فيه زي ما قالوا الكباتن هيبقى فيه اريحيه بالنسبه للمدرب، حته التغيير وحته تغيير الاماكن وحته تغيير المراكز. يعني هشام محمد دخل وباسم علي وصلاح محسن وجيرالدو دخلوا، فبتدي اريحيه للمدرب. فرقه وادي دجله برغم ان ادائهم فيه متعه واحنا بنحب نتفرج عليهم في الماتشات، انما الطريقه اللي المدرب مصر عليها بتعتمد على اولا الدقه في التمرير والدقه في الامتصاص والدقه في السيطره. لما اي حد بيخطا من خط الدفاع في اي حاجه من دول سواء في السيطره او في التمرير، بالتالي بتبقى فيه خطوره جدا على مرمى وادي دجله. والدليل على كده ان دخل فيهم 30 هدف في خلال الماتشات اللي لعبوها كلها. يعني في اخطاء والمدرب ما زال مصر على الطريق. انا برضو ما زلت مصر ان احنا لازم نضغط عليهم في نص ملعبهم عشان نخليهم يقعوا في نفس الاخطاء. الشوط الاولاني بتاع المقصه لو الاهلي فضل بيلعب بنفس الطريقه دي، نعم، حته تغيير المراكز والضغط على الخصم واللعب من لمسه واحده، اكيد 100% هنحقق نتيجه كويسه. وزي ما قالوا الكباتن، كل ما النادي الاهلي بيحرز هدف مبكر الفرق اللي بتلعب النادي الاهلي عايزه تطلع باحسن نتيجه، وهي مثلا التعادل يخطف بونت. انما لما النادي الاهلي بيضغط من بدري من بدايه المباراه وبيقدر يحجز هدف مبكر، بالتالي بيحصل ضغط على الفرقه الثانيه لانها عايزه تعوض، وبالتالي بتبتدي تهجم في نص ملعب النادي الاهلي وتبتدي الاماكن تبقى ورا المدافعين وتبتدي الثغرات تبان، والنادي الاهلي يقدر يستغل هذه الثغرات انه يحرز اكثر من هدف. وده اللي حصل في ماتش المقصه على فكره، ان شاء الله باذن الله يتكرر بكره، وان شاء الله النادي الاهلي لو حافظ على المستوى ده ما اظنش ان في فرقه تقدر توقف قدامه في الدوري المصري ان شاء الله. كابتن شريف، ملعب بترو سبورت هل من الممكن ان يؤثر على اداء النادي الاهلي؟ يعني ما تلعب طبعا في برج العرب، ملعب واسع، ملعب في يعني تحس ارضيه غير الارضيه خالص، طريقه لعب النادي الاهلي نفسها بتحب الملعب الواسع او الطينه الطريه شويه، مش زي الكره الطوب بتقف ما تبقاش بتنط عاليه، عشان كده التمريرات الاماميه دايما وماتش الداخليه بتبقى ماتش صعب جدا. والتمريرات الاماميه بتبقى فيها اشتراك بين المدافعين، بيقدروا يهجموا على المهاجم او يقدروا يلحقوا، او التحكم في الكوره في الملعب بيبقى سهل قوي يعني. نعم. انما
الشكل اللي احنا اتكلمنا عنه وتحركات النادي الاهلي هي دي اللي بتفتح للراجل اللي هو جاي الكوره يدي يمين ولا شمال ولا يعمل الان بتوين يروح على الجول على طول. فوانس ان انت خلاص عرفت النو هاو بتاع الملعب وعرفت الشكل والافضليه انت هتهجم على فين من الفرقه دي وانت ملعبها قبل كده وعارف ان هي خطوطها ناحيه اليمين والشمال يمكن مش اضعف يمكن هو ده الطريق الى الفوز صحيح. باذن الله بكره. فالعرضيات بتاعتك وشغل علي معلول ومعرفش مين بكره كتيرة مختلفة بكره هيبقى عندك كذا حد ممكن يلعب في ناحيه اليمين. اعتقد ان هو ده اللي بيخليني انسى شويه الملعب. يعني لو في تفوق فعلا في الاستلام والتمرير انت نفسك كلاعب بتاخد الثقه. يعني الجون ده كمان اللي انا بتفرج عليه دلوقتي شفت سوليه بقول لك بيعمل ايه بيشوف وبيرفع عنده نيرف ان هو يؤدي حاجات كتير قوي ما كانش بيعملها بقاله فتره. فادام دخلنا الاحساس ده وادام وصلنا للطريقه اللي بتخلي الناس مبسوطين مننا واحنا كلاعيبه نطلع القدرات اللي عندنا وامكانياتنا نكمل كده فهنكمل كده. هل الملعب كابتن اسلام هيعطلك؟ ما افتكرش. انت حتى لو بتلعب على تاني على ترتين زي ما كنا ما بنحبوش يعني الرغبه في الوجود وفي المكسب وفي يعني كل حاجه بقى تتظبط وكل حاجه كل واحد يدور على اسمه وكل واحد يدور على اسم النادي والفانيلا والحاجات دي كلها بتترجم في اول 20 دقيقه احنا بنلعبها. كابتن ربيع عارف احنا ما عندناش ماتش نستنى عليه 10 دقائق في الاول او ربع ساعه. احنا دايما كان كل الناس تطلب مننا الكوتشات اللي مرنونا الماتش يخلص في 10 دقائق. ليه؟ مش هتعرف تلعب كوره. عشان انا رمضان صح اعرف انا رمضان بقى ما بقاش مستعجل انا كحسين الشحات ما بقاش مستعجل كل واحد ياخد وقته وفي تفكيره وفي ادائه اللي هو احنا اتفرجنا عليه وهو بيلعب في اي حته بره كان عنده التحرر ده وكان بيقدمنا. عشان كده احنا قلنا يا ريت لعيب زي حسين الشحات يبقى موجود عندنا. رمضان عودته تبقى مؤثره جدا. بنتمنى عوده الخط الهجومي زي اجاي كده ما رجع. شوف الثقه هنا والراجل بيحط كره بكعبه وهو واقف في المنطقه عمرنا ما كنا شايفينه بيوصل لغايه خط السته في هذا المكان. اذا المكسب الاولاني وهو مرر تمريره صحيحه فالراجل استلمها صح وترجمها له الهدف خلاه عنده كمان ايه كسبان هو يعني حاطط جولين جول لنفسه وجول لحسين الشحات وجول للنادي الاهلي ثلاث جوان. انت كده تعبان عندك برد؟ انا عندي برد هو انا مش شايف مش شايف نخنف وانا بتكلم فاللي انا عايز اقوله لك ان انا الارض معايا ما بحبهاش برضه بيت سبور دي زي اللعيبه ما بحبش الارض الناشفه اللي هي بتنط الكوره دي عالي وكل حاجه. انما انا الحقيقه عندي شغف كبير قوي ان اتفرج على مجموعتنا تاني تعيد نفس السيناريو اللي عملته ده ومقصه بل يبقى اقوى تمام واشوف لعيبه عشان احنا وقتنا ده اشوف لعيبه ما شفتهاش بالوقت الكافي زي صالح جمعه كده والناس دي ترجع معايا برضو عشان تديني. يلا بينا احنا نكمل احنا خلاص بقى مش كده لو حشيش عايز تقول حاجه هسلم وامشي بقى انا بقالي 10 ايام ما جيتش انا بتهيألي تكمل عايز اكمل حته برضو على شريف الكلام ان 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 اللعب على الملعب ده انا في رايي هدينا ميزه ملعب صغير هيساعدك في موضوع الضغط. لما يكون ملعب صغير بتقدر تضغط وجهه نظر اكتر واحسن. الملعب الكبير مساحات كبيره جدا مع فرقه بتنقل زي دجله ممكن يبقى المساحات كبيره كابتن ابراهيم غير ملعب صغير يقدر يديك ضغط احسن. فانا بالنسبه للملعب ده لا انا حاسس ان الملعب ان شاء الله باذن الله ممكن يكون ميزه ممكن يديك خط دفاع اقوى لان المساحات ضيقه مش هيبقى فيه ثغرات كتيره يطفشوا على طول الكره بتجري يطفش. بنتكلم عن الناحيه الدفاعيه بتاعتنا احنا لما تكون الكوره مع دجله هيديك يعني تفوق في موضوع الضغط مساحات صغيره فتقدر تضغط احسن. هو صعوبته في تحكمك في الكوره فيه الملعب ده مش سهله زي ناشفه قوي. ما تنساش برضو جمهور النادي الاهلي ان شاء الله هيبقى موجود بكره في المباراه دي ودي برضو هتفرق غير الجمهور اللي بيروح برج العرب ملعب برضو بيتر سبورت هتلاقي جمهور النادي الاهلي حتى لو مسموح بعدد قليل هيبقى في الملعب ده حاجة كبيرة ان شاء الله. وهيروح برضو ماتش يوم السبت ان شاء الله برج العرب هيملى الدنيا كلها ان شاء الله. الكلمة اللي انت قلتها انا متحفز ان انا اتفرج على فريق النادي الاهلي. الفرقة النادي الاهلي اللي وصلتنا ان احنا قاعدين النهاردة قبلها بيوم نفسنا بقى بكرة يجي عشان نتفرج على اداء رائع زي المباراة اللي فاتت. بعكس الاسابيع اللي قبل كده كنت انت كل ماتش قلقان وعامل حسابه مين يا ترى هيلعب مين كذا كذا كذا. احنا ما بنتكلمش في التشكيل لان يكاد يكون التشكيل
واضح واضح مش فارق مين يلعب في اي حته، باستثناء يعني ممكن اثنين ممكن نتكلم برضو فيهم، لان هل هو هيستغل الانسجام اللي كان موجود ما بين محمد هاني وياسر، ولا هيضطر يغير وينزل اشرف لا انا تاني؟ اظن في غياب حمدي فتحي وكلنا نشترك بقى يبقى في الموضوع ده يبقى ندفد يتحط مكانه، يبقى هيرجع ايمن اشرف يلعب بس بس محمد هاني ما كملش التمرين النهارده حسب انا كنت بس موجود يعني. موجود وقال كويس طالما موجود خلاص يعني احنا بنتكلم على ان هو تمام وما فيش اي مشكله طيب كابتن حشيش، طب قبل بس ما نطلع التقرير كابتن حشيش عايز اسالك عن جيرالدو وصلاح محسن، هل من الممكن ان نرى بكره مثلا جيرالدو من اول المباراه، ممكن نرى صلاح محسن من اول المباراه، ولا ورقه قويه على الدكه؟ ما اعتقدش ممكن يبقى على الدكه يبقى ورقه قويه، لان زي ما بقول لك كان في انسجام بين الخط الامامي الثلاث رمضان صبحي وناصر ماهر وحسين شحات مع اجاييه، فهو لازم يعني ما يلعبش في الحته دي، كان في تفوق وفي اهداف والاربعه في احسن حالاتهم، فممكن يبقى لو ان شاء الله باذن الله، وانا متوقع حاجه زي كده، ان الشوط الاولاني مثلا لو في مكسب ان شاء الله كويس، الشوط الثاني ممكن بقى يريح الناس وينزل بالاوراق مثلا اللي موجود. تمام. ما هي مع عوده المصابين هتدي اريحيه للمدرب انه يقدر يعمل التبديل والتوفيق كل ثلاث ايام ماتش، مش في ضغط على اللعيب كمان، يبقى فيش ضغط على اللعيبه، ممكن يريح اللعيب الماتش دوت وينزل ده الاصابات كلها تاني. من الضغط والانسجام سيبكم بقى من موضوع الانسجام، الانسجام بيحصل على طول، الاهم من كده يا كابتن ابراهيم فاهمه مع بعض، اي حد بينزل اي حد بيطلع الدنيا، الاهم من كده اسلام كمان ان كل لعيب يلعب في مركزه المفضل. انت كنت قبل كده بتبتدي طب نجرب ندفد ناحيه الرايت، طب محمد هاني خش مساك، طب مش عارف مين يلعب راس حربه، كان في لخبطه جامده في الفرقه. لا دلوقتي خلاص الامور واضحه، الامور واضحه، طب عندك دكه قويه، عندك 3 4 5 لعيبه في كل يعني مش في بيلعبوا كل كذا مركز يقدروا يغيروا لك الاماكن. سريعا جدا قبل بس ما اطلع الفاصل، محمد زيزو بيقول انا محمد من المنيا مركز بني مزار، حسين الشحات واجاييه وجيرالدو ماشي، يعني حد هو قال ان جيرالدو هيلعب مثلا. صبحي العزازي بنقول بنحبك اشكرك جدا، غدا ان شاء الله رمضان صبحي، ان شاء الله رمضان صبحي. سيد عمر فوزي بيقول نجم الاهلي نجم التزام صالح جمعه لو بدا اساسي ان شاء الله، هنتكلم في ده لما نرجع. صالح جمعه برده ورقه ثانيه موجوده، ورقه ثالثه نفسك انه ينزل يعني بص ازاي نفسي والله. تمام، ممكن يكون محمد هاني ورمضان صبحي والسوليه، طبعا ده جندي مجهول. مساء الخير يا كابتن اسلام، جورجي ساويرس كلهم باذن الله، ندفد مان اوف ذا ماتش، ده محمد حمدي، رمضان باشا صبحي، مدام باشا صبحي سنه 1997 وفي باشا صبحي، رمضان باشا صبحي مع ان البشويه كانت زمان لكن 1997 ماشي ان شاء الله. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. كابتن ابراهيم، ثلاث نقاط زي ما قلت لحضرتك قبل كده هيقربوا النادي الاهلي من المنافسه على الصداره مره اخرى، او هيبعدوا وادي دجله من صراع الهبوط، نسميه صراع الهبوط. هيبقى ماتش صعب والله. الدوافع عند النادي الاهلي انا متهيألي اكتر شويه، النادي الاهلي متعود على المركز الاول، فالثلاثه بونت بالنسبه له بيقربوه من المراكز الاولى، نظرا لان عنده ماتشات كتيره متاجله، وكمان يعني مش عايزين نتكلم على الخصوم، التعادل الناس اللي سابقين الزمالك وبيراميدز، الزمالك وبيراميدز لما تعادلوا المره اللي فاتت بيقربوا النادي الاهلي من المقدمه. فالدوافع عند النادي الاهلي انا شايف انها اكتر، لانه متعود على المركز الاول، فبالتالي الامور هتبقى بالنسبه له اقوى. الدوافع عند وادي دجله هو عايز يهرب من القاع، انما مش صعب جدا انه يغير طريقته دلوقتي ويلعب نص ملعب ويلعب يعني الديفنس من نص الملعب وما يهاجمش، لان هو مش هيغير طريقته ابدا، وبالتالي لازم النادي الاهلي يستغل هذه الطريقه لمصلحته هو. وزي ما قلنا في بدايه الحلقه، الضغط من اول الماتش ممكن يغير طريقه وادي دجله خالص، ويبقى يفتح خطوط الدفاع بتاعته ويدي الفرصه للنادي الاهلي انه يحرز اكثر من هدف، وده ان شاء الله باذن الله انا متوقعه. فانا شايف ان الدوافع عند النادي الاهلي اقوى من وادي دجله بكره. كابتن شريف، رمضان صبحي وحسين الشحات وناصر ماهر، الجزء الهجومي هل تتوقع ان هو يستمر تالق هذا الجزء من في الملعب؟
هو ما فيش حل تاني، لازم يتألق ولازم يتحرك ولازم يكتسب من المباراة اللي فاتت كل الأشياء اللي هو حاسس انه نجح فيها. يعني رمضان صبحي بقى يفكر ازاي بيخش جوه وازاي بيجيب جوال، يعني ازاي بيعمل فولو وازاي بيكمل، يستنى بقى العرضات اللي جايه من الناحيه الثانيه، يبقى عنده الجرأه في حته الاختراق دلوقتي، مش لازم بالكوره، من غير كوره انا ممكن ابقى بهدد واقدر اكمل واقدر احرز اهداف. وجود الحقيقه المحطه جميله قوي اجايه، ادي الثقه للعيبه كلها انه ما بيستلم الكوره برقص واحد وبيعدي من الثاني ويعمل الباص وياخد الباص سليم، ده بيخليك انت كلاعب واقف جنبه بيديك الشجاعه والجرأه انك انت تكمل معاه، انك انت تثق ان احنا بنقدر نخترق هذه الخطوط. بتخش انت على دفاعات نادي وادي دجله بكره بمهارات لعيبه النادي الاهلي بتقدر تهزهم، فبيبقى هم عندهم حاله من عدم الاستقرار، حتى مين اللي جاي بقى، حسين شحات من اليمين ولا رمضان جاي من الشمال ولا اجايه ولا اذا كان جيرالدو زي ما واحد بيقول مثلا هيكون موجود محطه هجوميه وينزل اجايه تحت مكان ناصر ماهر، او ناصر ماهر البلاي ميكر اللي هو بيكمل، او التصويبات اللي النهارده اتمرنوا عليها وامبارح اتمرنوا عليها الفرقه، وتواجه باسلوب جديد في الملعب. انت بقالك كتير ما شفتش التصويبات من خارج ال 18 بالنسبه للنادي لعيبه النادي الاهلي، والتفكير في التحضير لبعض، وهتلاقي بقى البليسنج زي ما كان اجايه بيعمله المره اللي كان هو وعبد الله اعتقد موجود وكان ازارو، ويعملوا الوانتوهات ويعملوا الكوبل بين علي معلول ورمضان صبحي تاني. ففي حاجات كتير قوي من الاسماء كبيره قوي موجوده الحمد لله دلوقتي تقدر تترجم السيطره، وخاصه في ال 45 دقيقه الاولانيه. ال 45 دقيقه الثانيه اللي هي ما عجبتناش في الماتش اللي فات، اللي هو الهدوء النسبي اللي حصل، اللعيبه ابتدت تنقل الكوره بثقه اكتر وامتصاص اي اندفاعات للفريق اللي بيلعبك زي المقصه مثلا، دي ان شاء الله عايزينها بكره بقى تبقى العكس، يعني بتاكد وبتاكد، يعني بتاكد من واحد لاثنين. انت لو كسبت بكره ان شاء الله مكسب كويس، تهز اي فرقه قدامك لو انتوا كلمتوا عندهم 6 بونت او فرق او وات ايفر، يعني الفرق قد ايه لما بنكمل الماتشات، هي دي الحكايه اللي هتخلي لك اللي قدامك كمان اللي انت ما بتلعبوش بيتفرج عليك وقلقان وبيقول لك الله هو في ايه ده رجعوا بجد، ده بقت فرقه ثانيه. طب احنا احنا بنهزر، امال ايه واحنا بنهزر، امال ايه الاهلي لما بيرجع لو في لعيبه، بص ما انت لازم تكلمهم كده طبعا، انا انما غير ما كلمتهمش غير كده هيقول لك احنا بنقول كلام في الهواء، يعني لا دي حقيقه وواقع هو هيصطدم بيه. فهيشوف امكانيات زي حسين الشحات بقى ابتدى يتاقلم، عوده اجايه تاني اللي هو ما كانش في حساباته خالص، رمضان صبحي بيتحرر وبيعدي وبيروح، وعندك ايه بقى صالح جمعه جاي ورا وناصر ماهر معاه وجيرالدو وعزارو راجع لك، القصه كلها عارف ايه الحكايه، هتهزهم نفسيا. اللي انا عايز اوصل له ان هي هتهزه نفسيا يا اسلام، ما اقصدش اي حاجه تانية، هو نفسه ممكن يكعبل نفسه وهو بيشتغل معاه بالظبط كده. انت كاهلي دايما تحاول تكسب ماتشاتك، ما لكش علاقه بس ماشي دعوه باي حد، واحنا ياما خدنا الدوري بهذا الشكل بالظبط كده، احنا ما بنخسرش ولا بونت وهم بيتسقط منهم وبنط لغايه الماتش اللي بيني وبينه بتفرق الحكايه. كابتن حشيش كنت الماتش اللي فات قاعد مطمن لدفاع النادي الاهلي من احسن المرات ومن احسن المباريات الحقيقه. المباراه اللي فاتت الشوط الاولاني بالذات نموذجي في كل حاجه، نعم دفاعا وهجوما. عجبني قوي كمان ياسر ظهر مستوى عالي جدا، حاجه جميله بالنسبه للعيب لسه برضه صغير وبيتحسس يعني اقدامه في النادي الاهلي في ارض الملعب يعني بين ال 11. كذلك محمد هاني كان برضه على مستوى عالي جدا، وانا رشحته من نجوم المباراه الماتش اللي فات، يستحق الحقيقه. عايز اقول يعني اكمل ان النادي الاهلي اما بيبقى بيلعب ما بيبصش للمنافس، هو بيبص لنفسه، واللي هيرعب المنافس مش هو المكسب 2 ولا 3، ما انت ممكن تطلع بماتش كسبان 2 و3 بس ما تخوفش ضرب جزاء كوره، هو ده اللي انا عايز اوصل له على فكره، الاداء هو اللي بيخوف بالظبط كده، ان انت ممكن تبقى كسبان 3 و4 ولكن انت كجمهور اهلي او مش مطمن من اللي بيحصل او مش مطمن من الشكل، لكن الحقيقه المختلف ان احنا دايما مطمنين. انت المباريات السابقه او المباراه السابقه تحديد. المباريات السابقه بما فيهم كان مباراه افريقيا انت كسبان بس الناس مش مبسوطه قوي، مش احنا لان بالظبط كده، انما انت فرحتك وانبساطك ان النادي الاهلي بيأدي اداء جميل ومش واحد ولا اتنين في الملعب، ال 11 حتى الناس اللي نزلت التغييرات كلهم كانوا على مستوى عالي، يعني ما شاء الله كله فايق، كله عنده حماس، روح قتاليه عاليه، شراسه في الاداء، كله انت بعد الجول الاولاني والثاني عايز تجيب جون ثالث ورابع وخامس تمام،
فدي كانت غايبه الحاجات دي برضو اللي كانت قلقه جمهور النادي الاهلي. يعني نادي جمهور النادي الاهلي في التعليقات اللي كانت عنده يقول لك ايه، احنا عايزين الناس تلعب بروح قتاليه اكتر، احنا الناس عايزين مش عارف تحس انها كده الامور متظبطه اكتر، كده الامور متظبطه اكتر. كابتن ابراهيم، سريعا جدا تشكيل مباراه بكره من وجهه نظرك، سريعا جدا، يعني هل يلعب بنفس التشكيل الماتش اللي فات ولا يغير ولا يعمل ايه؟ والله كده كده حمدي فتحي بره، يعني انا شايف ان التشكيل النموذجي اللي فات حمدي فتحي بره، ممكن البديل لحمدي فتحي، بس بديل لحمدي فتحي ما يغيرش ندفد وهاني. كابتن شريف، ما اعرفش محمد هاني كمان هيلعب ولا لا. لو هيلعب خلاص موجود في القائمه، يبقى هنحسبه ان هو هيلعب بالظبط. خلاص يبقى احنا زي ما الماتش اللي فات، وحمدي فتحي هيتغير بكريم ندفد. اتغير ندفد بندفد هيلعب بدل كريم. لو محمد هاني ما لعبش يبقى جاي ندفد هيلعب ناحيه اليمين. لا احنا على اعتبار ان هاني هيلعب. انت قلت لي هاني هيلعب، لو هاني لعب قلت لي الفرقه زي ما هي، بس هتشيله حمدي فتحي. هو قصده هل في بديل جاي من الاصابه او تعويضيه زي هشام محمد، زي حد هيقف جنب؟ ما موجودين. انت من وجهه نظرك، انا بس وجهه نظرك قاسم وصلاح. لا انا هشيل حمدي فتحي واحط ندفد هشام محمد. هشام محمد اوكي. ما هو ده قصدي كابتن حشيش. على فكره ممكن يلعب سعد سمير، وارد انه لعب وجربه لانه بقى كويس، ما نعرفش هو وخاف يجازف بيه الماتش اللي فات، فممكن يبدا بيه ولاعب محمد هاني في مكانه الاساسي وندفد قدام، او التغييره تبقى ايمن اشرف يعني، وهاني برضو يرجع لمكانه وندفد يلعب في نص الملعب. انا متخيلها كده، انا متخيل ايمن اشرف سيرد باك، وهاني هيلعب باك رايت، وندفد يلعب في وسط الملعب. بكره هنعرف، مش هيمثل، مش هتاخر، مش هيمثل الاربعه اللي قدام. هننام ونقوم نيجي نقعد. المهم ما يلعبش في كل الفرقه، يعني هيلعب في مركز واحد، ما يلعبش في كل الفرقه، لان ما شاء الله يعني نتمنى الدنيا ماشيه بشكل كويس. الماتش المخصص يتكرر يعني. كابتن ابراهيم انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، وان شاء الله بكره بالتوفيق ونعمل مباراه كويسه ان شاء الله. ان شاء الله. كابتن شريف انا بشكر حضرتك جدا. اشكرك كابتن، والحمد لله على السلامه. الله يسلمك. نورت. الله يسلمك. ربنا يخليك كابتن حشيش. بشكر حضرتك جدا، ان شاء الله بكره ناكد اللعب الاداء الكويس، وان شاء الله المكسب النتيجه ان شاء الله. مبارك باذن الله بكره، مبارك للنادي الاهلي ان شاء الله. اشكركم ان شاء الله. اشكركم اعزائي المشاهدين، وان شاء الله هنلتقي غدا زي ما قلت لحضراتكم، احنا موجودين مع حضراتكم من الساعة 6، هنتكلم عن ما قبل المباراة وأحداث ما قبل المباراة والتشكيل وكل حاجة زي ما حضراتكم متعودين مننا دايما، والصحف والجرايد والمواقع. وبكرة إن شاء الله هاخد تعليقات من حضراتكم برضو على توقعاتكم للمباراة، لأن أنا دايما عايز الجمهور يبقى موجود معايا وبشرك الجمهور معايا في كل ما يخص ملعب الأهلي. وبالتالي بكرة إن شاء الله هكون موجودين مع حضراتكم من الساعة 6 لغاية الساعة 8 ما قبل المباراة، وبعد كده بعد المباراة هنقعد مع حضراتكم من 10 ل 12 سهرة بقى، نحضر السندوتشات واللب وكده عشان إيه نشوف بكرة هنعمل إيه. أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، وإن شاء الله إن شاء الله بكرة نلتقي مع حضراتكم في تمام الساعة 6 وحلقة جديدة من ملعب الأهلي.